فينا اللي تيضل تيبقى كيضل حياته كلها وهو تيقلب على واحد الاحساس اللي هو مفقود، حتى كيلقى راسو في واحد الحفره اللي هي مظلمه. هبه صاحبه حكايتنا الليله غادي تغلط في واحد السن اللي هو صغير، وفاش كبرات غادي تطيح في اخطاء واحدة اخرى بسبب البحث ديالها على ما افتقدته في الطفوله ديالها. خطا اللي صراحه اللي بزاف فينا يقدر يكون طايح فيه، وباش تفاداه خاصك ضروري تسمع هاد القصه باش المصير ديالك ما يكونش بحال ديال هبه. حكايه للعبره وليس للمتعه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وامركم هانيه احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. اول حاجه بغيت نشكركم بزاف 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 على التعليق الجميله ديالكم للناس اللي خلاو ليا بانه انا غبرت وتحشوني الى ما اخره. شكرا على الحب ديالكم ليا، وشكرا لانكم سولتوا فيا. فانا رجعت فحالي وما بقيتش في المغرب كيف عارف بزاف منكم بلي انا ما كنعيش اصلا في المغرب، فدعيو معايا. وشكرا بزاف وشكرا بزاف حيت كتخليو لي واحد التعليق اللي كتقولوا لي فيهم بلي انه كتونسوا بيا، وهذا هو سبب نتاع السميه ديال المؤنسه ديالكم. غير بغيت نقول لكم اذا سمعتوا الصوت نتاع البرد سمحوا لي ما عندي ما ندير، لانه كاين بزاف ديال الريح على برا وهذا هو الصوت اللي كيخلفوا، ما عنديش كندير باش انا نبدلو. فشكرا لكم من القلب دائما وابدا، وما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود. وفي هذه المده الغياب ديالي عرفت بلي انني اليوتيوب شي حاجه مهمه في حياتي كيف ما نتوما كتونسوا بيا حتى انا كنتونس بكم. فشكرا لكم من القلب، وخلي ما تعطلش عليكم اكثر. وبغيت نقول لكم بلي انه اي واحد عنده شي حكايه اولا شي قصه وبغى يشاركها معنا وكتبان لي في هذه القصه ديالو بلي انها فيها عبره وغادي تفيد المستمع، خص غير يكون العمر ديالو اكثر من 20 سنه ومرحبا بالجميع. انا غادي نخلي لكم لتحت في اول تعليق الواتساب ديالي، خليوا لي فيه الحكايه ديالكم على شكل اوديوهات اللي من بعد غادي نسمعها وغادي نتواصل معكم. فخلينا ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا هبه طلقت بيا ماما، بلا ما نعاود لكم على كيفاش لانه هذه القصه ما غاديش تسالي. طلقت بيا وانا عندي 8 شهور، عندي خويا كبر مني بعامين. مشينا عشنا مع جداتي والام ديالنا كان خصها ضروري انها تخرج تخدم. المهم ماما تقاتلات وخدمات ودارت بزاف ديال الحوايج على قبلنا، وكانت كتوفر لنا كل شيء من الصغر ديالنا، علما انه فاش طلقات سمحت في اي حاجه وما طلبت حتى شي حاجه حتى من ديك النفقه حتى غادي ندير انا 5 سنين عاد طلباتها من الاب ديالنا. كان الاب ديالي تيجمع عليها في العام وتعطيها لها في شهر واحد. داك الاب بلا ما غادي ندوي عليه لانه منين طلقات بيا ماما ما عنديش اصلا ذكريات معاه، من غير صغري كان جا للدار نتاع جداتي زوج ديال المرات وهو سكران. كبرت انا وخويا مع جداتي اللي كنت قريبه منها، في حين انه الام ديالي كانت كتخدم في كل شيء الخايبه ومزيانه باش انها تكبرنا، لانه ببساطه ما لقاتش راجل بجنبها. انا عمرني اصلا ما حاسبت ماما وعمرني ما غادي نحاسبها ولا نلومها علاش خدمتي في الخايب. هاد الام وفرت لينا اللي بغينا، والاب ما كانش حاضر وعمره اصلا ما سول، وكيف قلت لكم عقلت على وجهه من زوج ديال المرات فاش كان جا دايخ. وانا صغيره عمرني ما حسيت بالنقص ديالو ولا بغيتو حيت ولفت عليه عمره ما كاين. وحنا تنكبروا درت 7 سنين ونص، الام ديالنا غادي تهاجر لواحد الدوله اوروبيه، بقيت انا وخويا وجداتي كانت راه لينا واحد الدار اللي كانت مفرشه. ماما غادي تحرق وبداو الامور ديالها الماديه كيتازموا عليها بزاف، فبدات جداتي كتخسر الفلوس فكانت تصيفط لها، تعطلات الفلوراق بزاف، وهنا اضطرينا باش اننا نطلقوا الدار ونمشيو نسكنوا في دار خالي. وراكم عارفين في هاد المراحل وحنا تنكبروا تنحسوا بلي انه ما عندك لا ام لا اب، ويقدر يجي العيد فيه تكسى وعيد فيه ما تكساش. المهم غادي ندير 14 سنه كنت نقرا في الثامنه، غادي نتعرف على واحد الدري واللي غادي يكون اول واحد كنعرفو، ومن هنا غادي تبدا القصه ديالي. باقا كنعقل كانت عندي 13 14 سنه تقريبا، وهو كانت عنده شي 19 سنه. كانت عنده واحد الصوره خايبه انا ذاك في الثانويه، وبحكم انني كنت كنقرا في مدرسه واحده اخرى فتحولت وجيت لهاد المدرسه. التلاميذ كنت كنبان لهم بلي انا انسانه اللي حاسه وعاجبني راسي، فما كانش اي واحد كيزعم باش انه يدوي معايا. هاد الدري كلشي كان تيقول عليه شمكار، وهو كان زوين في وجهه، بقى تابعني اليوم غدا حتى غادي ندخل معاه في علاقه في 14 سنه، ودامت حتى لديك 16 سنه. كنا كنتناقشوا وكنتصالحوا، كان تيضربني على اساس انه تيبغيني، راكم عارفين داك العقل ديال الصغر. وباش انا كنت ننتقم منه كنت كنمشي كنتعرف على دراري واحد اخرين، حيت هو كان تيمشي كيتعرف على بنات واحد اخرين، وهكا كنت كنرد ليه الصرف. استمرت العلاقه على الطريقه لمده عام، من بعد ها هو بدا كيطلب مني علاقه جسديه، وما بقاش مكفياه انه غنتلاقاو ونخرجوا عادي،
رفضت في الاول، في الثاني، في الثالث، حتى للاسف لقيت راسي باللي انني غادي نلبي ليه الطلب ديالو، مع العلم باللي انه غادي يكون اول واحد غنعرفو غادي ندير معاه علاقه. وعمرني ما سولت راسي لا علاش ولا كيفاش. حدو غادي يقول لي اذا هبه فقدتي العذريه ديالك غادي نحيوها بعمليه. اعتذر على هاد التفاصيل لكن هكا غادي تفهموني اكثر. وحيت انا ما كنتش كنفكر بعقلي وكنت في مرحله ديال الطيش والمراهقه، عقل ديال الصغر دات معاه علاقه، وهنا تيصدمني وتيقول لي بلي انه انت راكي ماشي عذراء لانه ما كانش دليل. اويلي واش منيتك فلان؟ تناقشنا، بدا كيسولني شكون، كيفاش شكون وانت اول واحد في حياتي. تصالحنا واستمرنا في ديك العلاقه واللي عطى الله عطاه، حتى غادي ندير 16 عام وكنت خاصني ثانوية على شي موضوع عطاني قتله ديال العصا عمرني ما انساها. من تما غادي نحلف بلي انه ما باقيش مازال نرجع ليه، بلا ما نهضر على انه كان تياخذ ليا الفلوس حيت كنت كنبغيه، كنت كندير لي خاطرو، حتى قررت باش انا نتفارق معاه لواحد المده نتاع 3 شهور. هنا غادي يجي واحد العرس نتاع بنت خالي اللي مشيت ليه مقاده ومزيزه، وداك العرس كانت فيه غير العائله، وانا ذاك كنت في اواخر 16 سنه ديالي. كان جا واحد المصور لداك العرس اللي شافني وشفته وما عجبنيش، ولكن بغيت نعوض داك الفراغ فعطيته لمرتي، فبقينا على تواصل لمده شهر ونص. كانت سالات العطله ودرنا باش اننا نتلاقاو. تلاقينا النهار الاول، وهنا غادي نبدا كنسى داك الاول حيت غيبدا كيبين ليا الثاني بلي انه مثلا كان تيخرجني كيوكلني، كان تيديني شي بلاصه يدور معايا يجيب ليا هدايا، وانا هادشي ما فايتش ليا عشتو في حياتي لا مع الاول ولا حتى مع والديا، حيت داك الاخر كان تياخذ من عندي وكان تيضربني. انا هاد العلاقه جاتني في شكل وعجبتني وقلت غادي نشدو من هاد الناحيه، فكنت كنقرا وكان كيعطيني 100 درهم وكانت عاجباني الدعوه. بقينا بحال هكا حتى لقيت راسي عاوتاني معاه ودخلت معاه شي جوج مرات في علاقه جنسيه، حيت يمكن كان تيشوف فيا بلي انني انسانه اللي خارجه الطريق وما كانش يفكر نهائيا معايا في الزواج. انا ما كنتش عارفه بلي انه من بعد العلاقه خاصك تحمي راسك، واخا كنت زعوميه ما كنتش عارفه شل الحوايج، حتى كنتصدم وغلق راسي بلي انني حامله. ماما على برا مازال ما دارتش الوراق، وكيفاش غادي ندير انا مع خويا؟ واذا سمع غاد الاخبار غادي نوضي غادي يقتلني. انا ما كنتش باغا هادشي كامل، باغا غير نضحك ونسى الاخر، لكن حلمه وفقت منها وكان خاصني نلقى لراسي شي حل ضروري في اقرب وقت. شو غادي ندير؟ نط قلتها لي وما خلينا حتى شي طبيب اللي كنا كنمشيو عنده، وغير تيعرف بلي انه عندي 16 سنه ما تيبغيش يقيسني. بقينا بحال هكاك في الاخير ما لقيناش حل باش اننا نجهضوا داك الجنين، واضطريت انني نعاود كل شيء لخالتي اللي هي عودت كل شيء لماما، ولات في واحد الحاله اللي ما هياش وبسببي انا. في طبيعه العلاقات اللي كنت كنقلب عليه هو انه كنت نقلب على ديما اللي يبغيني ويحس بيا، اللي يخاف عليا ويعوض لي داك الجانب ديال الاب ديالي اللي كبرت بلا بيه. فملي مشات ماما بحال شي حاجه كنت شاده فيها وكتلقيها ما كتبقاش واقفه، وهذا الشيء بالضبط اللي غادي يوقع ليا. حتى بيني وبين خويا ما كانتش واحد العلاقه اللي هي زوينه نتاع زوج مفاهمين، كنا اغلبيه الوقت مناقشين ما كنتفاهموش وانا ديما كنطير. المهم غادي نتفق انا وهذا الشاب باش انه يجي بدارهم يخطبوني، باش هكا نغطيو ديك الفضيحه اللي درنا. جاو دارهم درنا الخطبه، ومن موراها مازال غير بشهر غادي نوضو درنا العرس. ماما هي اللي غادي ديروا ليا بجميع التفاصيل، اما هو ما خسر والو، غادي يعطيني غير شي 40000 ريال ديال الصداق، وما شرا ليا حتى الختم هو التالي، حيت اتفقنا اذا بغيت نولد ونكملو مرحبا، واللي بغيتها يديرها معايا، حيت انا ذاك كان هو خايف على راسو لانه انا كنت قاصر. فاش تزوجنا ماما اقترحت عليا باش انها تدفع ليا باش انني نمشي لاوروبا، ولكن هو قال لي لا انا ما عنديش ديك الفكره ديال الخارج، واللي غادي نديرو تما نقدروا نديرو هنا. قنعني وبينت لماما بلي انه انا غير مهتمه بداك الموضوع. المهم مشينا كرينا واحد البيت اللي كان صغير ب 10000 ريال، وديت غير الحوايج اللي عندي. طبيعه الحال دارهم ما شراو ليه والو، ما عقلوا عليه في والو من غير داكشي اللي جاني انا في العرس هو اللي غادي ندي، وانا اصلا ما كنتش مسوقه مع الحمل والوحم والقرايه اللي اضطريت انني نحبسها في السيزيام لانه كلشي بدات كتبان والهضره غادي تكثر فحبس داك العام. بطبيعه الحال انا والسيد كنا في علاقه ديال الحرام، فكيفاش غادي نشوف اصلا راسي معاه في الزواج؟ كنت معاه واحد الانسان اللي هي ميته، واي حاجه كدار ما كنتش كندير معاه حتى شي رده فعل واخا تكون خايبه. بقينا بحال هكاك حتى قربت نولد بواحد شهرين ومشيت لدارهم في العروبيه. هو كان تيكذب عليا في الاول بزاف، تيبين ليا بلي انه ولد عائله مغندره عندها الفلوس وبخميرهم،
حتى كانت صدم باللي أنه دارهم فيها عمام وعمامته عايشين مجموعين في واحد الجولي هو خايب والمعيار وما كيحترموش بعضياتهم وجاهلين. مشيت عشت معهم تما وما كانت عندي لا ناموسية لا والو، كان الناس غير في الأرض وتنقول ماشي مشكل. جا الوقت اللي خاصني نولد فيها غادي نولد وبقيت جالسة معهم حتى دات 40 وديك الساعة غادي نجرو وغادي نهضر معاه. شوف يا فلان راه ما نقدرش نبقاو جالسين هنا وانت ما خدام ما والو، خصكم تعرفوا باللي انه التصوير راه ماشي شي خدمه، الصيف كيخدم في البرد ما تيخدمش والدخول قليل بزاف، مهنه اللي كيخصها دار معاها خدمه واحده اخرى لانه في المغرب ما موكلاش وما تقدرش تهز عائليه. المهم قلت لي ضروري باش انه خاصني نمشي وما نبقاش جالسه باش انني نضيع العام ديالي، انا بغيت نرجع نقرا سيزيام على الاقل يكون عندي غير نيفو باك حتى الا بغيت نخدم. قال لي واخا. البنت قال لي غادي نعطيوها لواحد عمو لانه مرته ما كتولدش. شويه ما هضرات معايا في الاخير ما قدرتش نعطي بنتي لحتى شي حد وخليتها معايا، غادي تكلف ليا بها واحد مرت خالي اللي كانت في دار جداتي. مشينا عاوتاني كرينا بيت في السطح وهو مره كيدخل شويه ديال الفلوس وكيخلص الكرا، وماما كانت مره كتعاونني وانا بديت كنقرا داك السيزيام وبنتي كنمشي كنشوفها كل ويكاند. سال العام نجحت، هو قال لي ما نقدرش نزيد نصبر عليك، انا جاتني خدمه حدا دارنا خاصنا نرجعو وخاصك تاخدي البنت من دار جداتك. قلت ليه واخا ما فيها باس انه نصبر معاه كيف ما هو صبر معايا، ربما هاد الزواج نزيدو به القدام ونقدروا نديرو بزاف ديال الحوايج مع بعضياتنا. بقينا بحال هكاك، غادي طراو بزاف ديال الحوايج. مشينا لدارهم وناضوا مشاكل تاع شد لي نقطع ليك بلا تفاصيل. بين قوسين لقيت بلي انا مسحاره ودوزت معاه 3 سنين وانا مازال ما عنديش الفراش وبامكان انه والديه يشريو ليه شي حاجه، وبيتي تقريبا كان مشترك مع العجوزه ديالي، كانت ما بيناتنا غير بحال واحد الخاميه. واخا هادشي كله قلت ماشي مشكل مع العلم انني ما كبرتش في هادشي لانه ماما ما كانتش مخصصه حتى شي حاجه، حتى بيوتنا ديال النعاس كان خويا واحد وحتى انا واحد. بقينا بحال هكا حتى قلت ليه بلي انه ما بغيتش مازال نبقى جالسه في داركم، انا ماشي قريت باش انني نمشي للعروبيه والناس فوق الحصيره، مع احتراماتي لهاد الناس ولكن ماشي هذا هو الهدف ديالي. غيقول لي اذا بغيتي المدينه من الاخر خاصكي تخدمي. ايه اذا لقيتها علاش لا، حتى انا ماشي من العكزات. مشينا كرينا وهذه اكثر حاجه كانت كتخليني انني نكمل معاه، مع العلم انه عمرنا ما كنا مفاهمين. نهار تزوجنا غادي يفرض عليا الفولار ولباس اللي ما كنتش باغاه وتنقول ماشي مشكل، يعني تبدلت 180 درجه. اما هو لا، بقى في خدمته كيلبس نفس اللباس وكيشري اللي بغى وانا خاصني نفكر في البنت والمسؤوليات نتاع الدار. يعني في هذا الزواج هو اللي كان شاد راحته اكثر مني. درت انا داك 18 سنه والمدينه اللي كنت ساكنه فيها كانت معروفه بالشركات ديال واحد التخصص، فغادي ندفع لواحد الشركه وغادي يعيطوا لي وغادي ندخل. وراكم عارفين فاش كتكونوا جداد وصغار الخدمه كتكون عليكم. دخلت ولقيت غير شباب ديال 25 28 سنه وتعرضت لبزاف ديال الحوايج من حقره وبنادم يظلمك وخاصك تسكتي على الحق ديالك وخاصك ديري بلاصتك وتبيني خدمتك وتجتهدي اكثر. صراحه انا كنت فرحانه بديك الخدمه في الاول لانه عمرني ما خدمت، واخا هكاك ماما كانت موفره لينا كل شيء. جاتني قاصحه لانه ما كنتش مولفه المسؤوليه ودخلت دايره فولار، قلت ماشي مهم شنو كنلبس ولا كيفاش كيشوفوني الناس، المهم انه نفرض عليهم انهم يحترموني ونخدم ونتخلص اخر ديال الشهر ديالي. في الاول كنت فرحانه لانه هو اخيرا تخيلوا معايا كنشد 2500 درهم اللي ما كنتش عمرني حلمت بها. بقى كنعقل انه الشهر الاول كنا كارين غير بيت وكوزينه ومن بعد ما خدمت كرينا دار اللي كانت صغيره مجموعه، وبنتي كانت مره كانت داي عند جداتي مره عندي في الدار. شويه لقيت راسي بلي انه ما حدي كان طول في ديك الخدمه، والسيد اول حاجه علاقتي انا وياه عمرها ما كانت مزيانه حيت حنا اضطرينا باش اننا نتزوجوا وعمرني ما بغيتو، وانا متاكده بلي انه حتى هو عمره ما بغاني حيت عمره ما دار شي حاجه كتبين بلي انه مهتم بيا. فانا تبدلت 180 درجه على قبله وليت كنخدم بالليل وبالنهار وخاصني نجي الصباح ونقابل بنتي ونعطيها تاكل. هو بقى عايش نفس الحياه ما تبدلت حتى شي حاجه في حياته، عكسي انا كنت كندمر واخا في البيرو كان خاصني نحقق واحد العدد كبير في ساعه واحده، وكنت كنضطر باش انا نجتهد نحقق اكثر واكثر باش انني نربح وما نهبطش الراس. بقيت بحال هكاك ورغم انه كان عندي مشكل بزاف ديك الخدمه حيت داك الدومين عامر بالوسخ ديال بعض الناس بلا ما نهضروا على التحرش، وهذا يبغيك تخرجي معاه بزز، واذا بغيتي تخدمي مرتاحه خاصك تبيعي راسك. المهم دوزت عام الاول بحال هكا
انا اللي تنخلص الكرة وانا اللي تنخلصت مصاريف نتاع بنتي. فبشويه بشويه لقيت راسي بلي انني كندير كلشي حتى من الفراش انا اللي غادي نشريه. هذا الراجل ما بقاش مسؤول نهائيا. لقيت راسي انا اللي كندير كلشي وتنقول شنو غندير، واش نمشي نطلق، شكون غادي يشد ليا بنتي؟ انا راه ما عندي لا مي ولا با، حتى من جداتي انسانه اللي هي كبيره في العمر، كيفاش غادي تكلف ليا اصلا بنتي؟ وشنو غادي يقولوا الناس؟ واش تزوجت باش تطلق؟ لا، خاصني الصبر، ما عنديش على من اصلا نحط الراس. اكثر حاجه كانت كتخليني انا ما نطلقش هو علاقته مع بنته اللي كانت مزيانه، كيبغيها وهي كتبغيه، وانا اللي خليت هذه العلاقه تكون، لانه كنت كنخلي راسي ونمشي نخدم ونقول اللهم باها يكون معاها وانا نطلق وبنتي تكبر عند عباد الله بحالي. ديما باك سامح فيك وتكبر بواحد النقص. فكنت نقول ماشي مشكل، اذا غادي نوض نخرج نطلق اللهم نبقى معاه مغطيه به وصافي. اما انا عمرني ما ارتحيت مع ذاك الانسان، وانا عندي 16 سنه 17 سنه 19 سنه كنت كنحس براسي بلي انا عندي 40 سنه. شي حوايج اللي كنت كنعيشهم مع ديال الناس اللي هما كبار، علما انني جلست معاه وتناقشنا وما قدرنا نوصلوا حتى شي نتيجه، حيتاش هو ببساطه ما باغيش. شحال مره كندابزو على العلاقه الجنسيه اللي بيناتنا، لانه كنت كنخدم بالليل وكنجي عيانه وما كنلقاش حنين فيا، بقينا بحال هكاك نفس الروتين، وانا اللي هز كل شيء. حتى جات كورونا وما بقاوش العراسات غير جالس في الدار، والناس خايفين ما باغينش انهم ينوضوا يخدموا، وانا خاصني نخرج نخدم ونمشي. عمرو ما قال لي جلسي ارتاح يا هبه، لقيت راسي دايره بحال شي روبو. قال لي دير لي البيع والشراء، درت ليه دوز فيه شهر شهرين ضيع راس المال. شويه خصني كاميرا، واخا سيدي، مع العلم انه كنت كنتخلص ب 60000 ريال ودايره بها كلشي، وتنقول خاصني نوفر منها حيتاش اذا مرضت ما كاينش اللي غادي يهزني، وهو والله ما غادي يعقل عليا. من الاخر نعطيكم الصوره ديال هذا الانسان اللي انا مزوجه به، انسان اللي هو غير مسؤول، وحيتاش لقاني قاده حط عليا كاع المسؤوليه كامله، وبقى جالس في الدار مع بنتي، واذا خدم داكشي اللي باح تيكسي به راسو. مليت وما بقيت قادة ندير حتى شي حاجة في هاد الحياة. من بعد ما دوزت 5 سنين في خدمتي ونبقيت في نفس البوست، حتى واحد النهار ماما اقترحت عليا، بنتي هبة راه لقيت واحد الكونترا اذا بغيتي انك تطلعي لهنا لاوروبا. ماما راني بغيت، ومن دابا فعلا كنت باغا نخرج من ديك الحياة، لانه كنت عايشة وسط محيط ما بقيتش قادة عليه. قالت لي راه السيدة اللي انا خدامة معايا راه بغات تعطيني كونترا ليك. بديت كنجمع الوراق ديالي وكنقاد الامور ديالي، والبنت راه غادي نخليها معاه وانا غادي نتكلف ليه هو بكل شيء. لكن قبل هذا الموضوع كنت اقترحت عليه من قبل باش اننا ناخذ شي دويره لينا على قد الحال. بدا كيتشكى، وانا ما عنديش. قال لي اذا عندك انت شي حاجه توكلي على مولانا، اما انا راه ما عندي ما نعطيك بنت الناس. حيت هو اصلا عرفتوا علاش ما عنده ما يعطيني، لانه ما كانوش عنده احلام داك السيد جامد وما تيفكرش. شحال من مره لقيت ليه خدمه بحال شي واحد باين فيه الجوع، وكتجيبي ليه اللقمه حتى الفم وكتقولي ليه هاك، تيقول لك لا ما بغيتهاش، تيقول لي لا انا خدمتي طونكيل وعاجباني، واخا فلان ما فيها باس، ولكن دير هادشي اللي جبت لك وفي نفس الوقت دير خدمتك باش اننا نتعاونوا. اذا كنا غادي نديروا شي حاجه في عام غادي نديروها في 6 شهور ولا اقل، نتعاونوا مع بعضياتنا. والله العظيم كنت طلع معايا راجل ما كنتش غادي نفكر في هادشي اللي غادي تعرفوا من بعد في هاد الحكايه، ولكن المشكله انه دارني راجل وخدا بلاصتي انا اللي صغر منه ب7 سنين ومعول عليا في كل شيء في حياته. المهم تسلفت من عند ماما ومن عند خالي اللي كانوا عايشين على برا، وكنت جامعه شي بركه وخديت من الديور ديال 25 مليون. شريت الدار وانا في عمري 22 سنه وبعرق كتافي. كل عام كنت كندير شي حاجه، غندير الباك حور وغادي ننجح فيه، ودرت الجامعه في نفس الوقت كنت تنخدم. ما قدرتش نكمل الجامعه، درت ديبلوم واحد اخر وحبست لانه خدمتي ما كانش عندي فيها واحد التوقيت اللي هو محدود. درت ديبلوم وخديت الدار اللي تحولنا ليها، وهنا فين ماما غادي تقول لي على الكونترا. قبلت وقلت لها بالفرحات عليا نمشي وندي بنتي، وهنا ما نبقى ما ندير. ماما غادي تقاد لي الامور ديالي، وانا ما عمرتش بها راسي حيتاش قلت ممكن انها تصدق ممكن لا. فغمضت عيني حليتها، لقيت راسي بلي انا الامور كامله تيسرات ليا وخرجت ليا الفيزا، جيت لاوروبا واتفقنا على اساس انه يقابل ليا البنت، لانه ما بقى والو يسالي العام وانا غادي نبقى كنصيفط ليه واحد البركه. لكن تخيلوا معايا كنت كنصيفط ليه ما بين 70 80 الف ريال، وما عنده لا كرا لا مالادو من غير الماكله، والبنت كانت كتقرا ب 500 درهم، داكشي كله مصروف، وتيقول ليا ما تيقدوش. عييت كل شهر كل شهر كانت عندي نفس القصه.
وصلت العطله قلت ليه صيفط البنت لعند جدتها وانت خرج تخدم لانه بزاف عليا باش انا نبقى نصيفط لك ديك الكميه كامله ديال الفلوس وانا يلا جايه مازال ما خدامه ما حتى شي حاجه. خلاها فعلا عند جده وخرج كيخدم. ولات هضرتنا في شكل ما بقيناش كندويو على شحال ولقيت راسي بلي انا ما بقيتش كنتوحش هذا الانسان فحال جيت لاوروبا وشديتيني وصرفقتيني حيتاش كانوا عينيا مغمضين. من تما ما بقيتش حامله نسمع سميتو او ندوي معاه. كنبقى نراجع راسي وتنقول ضيعت كل شيء معاه. بس كندوي معاه وتنقول ليه الاخطاء اللي عندنا وبلي انا ما بغاش نكمل حياتي بحال هكا وتنحس براسي بلي انني شارفه. خدمت وتيسرات الامور حيدت الفولار الله يسمح ليا وبنتي بقات مع جداتي وهو تيبقى تيقول ليا واخا خاصني نتبدل واخا دابا ندير. ولكن ما نكذبش عليكم انا ما بقيتش قاده نشوف راسي مع داك السيد نهائيا. قلت ليه بلي انا وخاصنا نتفارقوا حيتاش بالصح ما جا معنا حتى شي حاجه من غير ديك البنت وديك الورقه. هو بحيله زايد ناقص من واحد الجهه وبدا كيطلب ولكن انا لا رفض. انا ما نقدرش نبقى غاده في هذه العلاقه دايره لك بحال امك تنقاد لك في حياتك. وعدته باش انني نجيبه وهو بنتي ودفعت ليهم. هاد الفتره اللي تفرقت معاه فيها وقلت ليه ما بقى جمعنا والو من غير ديك الورقه غادي نتعرف على واحد السيد هنا وانا عارفه بلي انه هاد الشيء ما خصوش يدار. ولكن من ديما كنت كنقلب على شي واحد فيه ديك الجهه ديال انه يبغيني ويحن فيا وهذا كان اكبر غلط. طورت علاقتي معاه ولفته وتلاقيت به وقع الغلط للاسف ما بيناتنا ولكن ما وعدني بحتى شي حاجه ديال المعقول وما كنظنش اصلا بلي غادي تكون. غادي تجي بنتي وغادي يجي شبه طليقي لانه باقى الورقه اللي مازال ما فرقتناش. المشكل اللي انا اليوم فيه من بعد ما حكيت لكم جميع تفاصيل حكايتي انه اب بنتي ندمان وبغى انه يعوضني على اللي فات ولكن انا مصره على الطلاق وفي نفس الوقت لقيت راسي بلي انه ضايعه ما عرفتش واش نكمل في هذه العلاقه مع الخليل ديالي ولا نرجع لبات بنتي اللي ما قادراش انا نكمل معاه ولا نعطيه فرصه ولا نعطي فرصه اصلا لذاك الزواج. انا اليوم في عمري 28 سنه ولاقي راسي بلي انني تالفه. بنتي عندها 11 سنه ما بغيتش نقولها على علاقتي بباها والمصير ديالها. طلبت انه يبدل المدينه اللي انا عايشه فيها باش انه ما يكونش احراج ما بيناتنا وبنتو يقدر يشوفها اي وقت اللي يبغى ما نقدرش نحرمو منها. وجبتو حلق بلاها هي باللي ما نخليش ينقصها اللي نقصني من ناحيه الحنان ديال الاب ديالي اللي هو اللي خرج عليا اليوم. عافاكم قولوا لي هاد الطريق اللي انا غدا فيها كي دايره حلوا لي عيني لانه بغيت فعلا نعرف شنو ندير. هذه حكايتي وهذه كانت حكايه هبه يا ساده الكرام. هبه عندي زوج ديال النقاط بغيت نناقشهم معاك كاخت او كصديقه تقبليهم مني. لكن قبل انا عجبتني القصه ديالك واخا بدات بالخطا لكن الحمد لله مولانا لطف فيها وتسترتي. انت امراه مجتهده وما عندي ما يسرك انك ما جلستيش في واحد القنت وبديتي كتبكي على حالك وكتدمري. قريتي واستمريتي من اجلك ومن اجل بنتك وهادشي شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. لكن بغيت نعطي رايي في موضوعين. الاول اللي هو على الحجاب. ماشي حيتاش ربي كرمك وفرحك ويسر لك الامور ديالك غادي تنوضي انك تبطلي واحد الفريضه ديالو. خصنا نعرفوا بلي انه الحجاب عمره ما كان مانع وهو اكبر دليل انك كونتي به راسك توصلتي لديك البلاد. دعي من كل صلاة باش انه يرجعك لهاد الطاعه واخا انت ما باغاهاش يمكن ربما داك الحجاب ما باغاش ترجعيه. طلبي الله صلاتك في الدعاء ديالك انه يرزقك الرضا به. وتاني حاجه عافاك اذا كنتي غادي تطلقي باش انك تخرجي للفساد بهاد الطريقه اللي هي غير مباشره اللي انا وياك عارفينها من الاحسن انك تعطي فرصه لراجلك ساترين بعضياتكم. اما النقطه ديال انك تقلبي على الحنان اللي ما تعطاش ليك من الجهه ديال الاب ديالك خليني ناكد لك واحد الحاجه باللي انه راكي واخا ضليت قلبي حياتك كلها عليه راه اذا ما تصالحتيش مع الماضي ديالك والطفوله ديالك وتقبلتيها كيف ما هي وتقبلتي داكشي اللي فات عمرك ما غادي تلقاي داك الحنان. حيتاش في نفس الوقت وانت كتقلبي عليه غادي تلقاي راسك بلي انك غادي تطيحي في بزاف ديال الحفر اللي هما مظلمين والدليل راه بان في بزاف ديال اللقطات من المراهقه ديال حياتك الى يومنا هذا. ما تقلبيش على اللي فات وراجعي الدواصه اللي انت غادا فيهم في حياتك. الدنيا 60 دقيقه لكن ما عند الله اجمل وابقى وخالد. فمن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. الله يديلك شي تاويل ديال الخير لجئ المولانا وان شاء الله نسمعوا المتابعين الكرام تيخليوا لك التعليق ديالهم والاراء ديالهم. فدمتم في رعايه الله وحفظه نتلاقاو ربما بعد غدا ان شاء الله. وسلام سلام وشكرا على كل شيء من ناحيه ديالكم والتعاليق ديالكم.